تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا رئيس السيسي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا رئيس السيسي، يا عدالة مصر. الحمد لله. الحق اخويا جه النهارده يا جدعان، الحق اخويا جه النهارده، احنا بعد 16 في غاب. الحمد لله حقه جه النهارده، والثلاثه خدوا اعداد. الحمد لله. انت اخته، انت اخته اخت كريم. ايه شعورك النهارده؟ تحت الوقت الحمد لله حقه رجع دلوقتي. حقه رجع الحمد لله، وكده هنرتاح. هننام ونرتاح، ما كناش بننام. الحمد لله. نام يا حبيبي وارتاح في تربيتك. الحمد لله. الف حمد وشكر لك يا رب. فرح هنا من الجميع زي ما حضرتك شايفين. وقتك نجوم يا رجل. فرحة الثلاثة اللي كانوا بيشككوا يقولوا مش كريم، كانوا بيقولوا مش كريم، كانوا بيقولوا مش كريم. الطب الشرعي بيقولوا مش اخوك، قالوا الطب الشرعي ايه؟ كانوا بيقولوا مش اخوك، كانوا بيشككوا في الطب الشرعي، كانوا بيشككوا في الطب الشرعي. المحامي اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيه، خليه ينبط ويقعد. عاوز اوصل له كله من غير شهادته من المرأة الحرام عليه. ربنا وكسب، ربنا وكسب. مش قادرين نتصوروا فرحتنا ازاي؟ هو انولد من جديد النهارده؟ هو انولد من جديد؟ الاستاذ وحيد والاستاذ سيد الله يبارك لهم. ارتاح النهارده في تربيته. ارتاح كريم في تربيته النهارده. كان 16 ميت تعبان، هو النهارده ميت تكون النهارده. التلاته وربنا سبحانه وتعالى اللي جاب له حقه ودعوه، هو اللي جاب له حقه هنا. الله يبارك له. للعيال بيقولوا مش جوز كريم والمباحث، مش جوز كريم. هم دول اللي جابوا حق كريم. مين؟ حق كريم مديرية الأمن ومباحث العلومية وبلدنا وغشمون وخلجة. هم اللي ووادي النطرون، هم اللي جابوا لنا حقنا، هم اللي جابوا لنا حقنا. وقفوا جنبنا بعد ربنا. الحمد لله. هم اللي وقفوا جنبنا بعد ربنا. الحمد لله. بشكر القضاء العالي، بشكر القضاء العالي، وبشكر كل واحد واقف جنبنا. بعد الحكم نطلب الحكم النهارده. والله احنا مصر بخير طول ما في قضاء شامخ في مصر. مصر بخير طالما في قضاء شامخ في مصر. حق كريم رجع النهارده. حق كريم رجع النهارده. ثلاثة خدوا اعدام. حقك الثلاثة خدوا اعدام. الثلاثة انحلوا للنور. الثلاثة انحلوا للنور. كلل جهودنا، ولا المحكمة حكمت الحكم اللي هو عنوان للحقيقة بحالها. حكم يعني لم كل شيء. برد نار المجن عليهم. برد نار المجن عليهم. كان ديت أصلا قضية ندالة وخساسة من المتهمين. ولكن ربنا أكرمنا إن شاء الله الحمد لله. ألف مبروك، ألف مبروك، ويحيى العدل. بنشكر حضرتك، بنشكر حضرتك. شايفين فرحة وضعناها فرحة هنا من الأهالي.
الحالي المجني عليه بعد نطق بالحكم بالاعدام على الثلاثه المتهمين. مش تبعكم الناس دي؟ مش عارفين بيزرعوا مش عارفين عاملين اطفال لان في اصلا مظلوم. اه والله الناس دي يا ابني مش من عندنا. مش من عندكم؟ لا اما هم عرفوا القضيه بتاع اخونا وقفوا معانا بيزغرطوا الكريم وما يعرفوش كريم. ما يعرفوش كريم وما